إن شاء الله ربنا ييسر الأمور وابني ربنا يهديه ويكتب لي حاجة. الفنانة شهيرة كشفت لنا عن رأيها في أداء حفيدها عمر محمد رياض، واللي أصبح له نشاط تمثيلي كبير الفترة الأخيرة. أوه ده لا ده حب الأول والأخير. لا في محمود كمان حبيب قلبي. لا انا عايزه اقول لك عمر من هيبقى ان شاء الله ان شاء الله، يعني اتوقع له اولا عنده موهبه كبيره. اول الولاد ما بداوا يقولوا تمثيل قلنا متاثرين بقى ومش عارفه ايه، لكن بعد كده لما الواحد شافهم في المحك بقى والشغل وكده يعني لا عندهم موهبة كبيرة. يعني البني آدم اللي جنبي ده مع إنه ما عندوش خبرة غير عمل وده التاني مثلا، وعمل دور واحد صعيدي، دور صعب جدا، لهجة صعبة جدا، ومع ذلك كانت اللهجة حلوة وطيعه ما بين شفايفه، وبيقولها بسلاسة وبيسر وما عندوش مشكلة وبيتكلم. مع إن إحنا زمان لما كنا بنعمل أعمال مسرحية لما كنا بنعمل أعمال مسرحية زمان، ها كنا لما يجي لي دور سعدية أبقى حمل هم اللغة بقى، وأقعد أنا هحفظ اللغة وأتقنها ولا هركز في الإحساس ولا أركز في الشخصية خارجيا وداخليا. ممكن الموهبة تكون وراثة ما بين الأحفاد وبين جدهم النجم الكبير محمود ياسين. يا جينات لا شك، لا يمكن ما أقدرش أفسرها غير كده، يعني إن شاء الله يعني ياخد ولو جزء من موهبته من حظه، بس هما الولاد موهوبين الحقيقة، عمر رياض ومحمود.